اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 4 which is entitled factorizing the difference of two squares. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر الدرس الرابع من سلسله دروس الفاكتورايزيشن. درس سهل جدا ان شاء الله مش هتلاقوا فيه مشاكل. طيب تعالوا مع بعضينا كده نبص على التايتل بتاع الليسون. بيقول لي factorizing the difference، يبقى كلمة the difference دي يبقى أنا متوقع إيه؟ متوقع هلاقي ماينس اللي هي الماينس ساين أهي. طيب of two squares ومتوقع ألاقي إيه كمان؟ ألاقي two squares اللي هما البيرفكت سكويرز اللي إحنا كنا شفناه قبل كده، ممكن تلاقي 4 تلاقي 25 16 أي حاجات سكوير زي كده. يبقى الصورة بتاعتي بتاعت الليسون 4 اللي هتجي لي عليها المسألة هيكون عبارة عن two squares زي ما أنتم شايفين كده، وفي بينهم إيه؟ علامه ماينس ساين. طيب لما يجي لي المنظر ده واحب اعمل له فاكتورايزيشن هيديني ايه؟ يديني المنظر ده تو براكتس ويديني a بلس b و a ماينس b، يعني باخد روت ده بلس روت ده وروت ده ماينس روت ده. طب هل يا ترى البرودكت بتاع التو براكتس دول هو فعلا a سكويرد ماينس b سكويرد؟ طب تعالوا نشوف. لو هعمل ديستريبيوشن للاي هنا وهنا هيديني a تايمز a يديني ال a سكويرد، a تايمز b وعندي هنا نيجاتيف ساين هيديني نيجاتيف ال a b. طيب نيجي هنا ال b ادستريبيوت هنا وادستريبيوت هنا، ال b تايمز ال a يديني بلس ال b a اللي هي ال a b، وعندي بلس b تايمز نيجاتيف b يديني نيجاتيف b a سكوير. تلاقي ده كده راح مع مين؟ مع ده كده اللي هي هتيكوال معايا ال a سكويرد ماينس ال a ال b سكويرد. يبقى ليسون 4 الشرح بتاعه في ال a في السطر ده، ان الديفرنس بتوين تو سكويرز يديك تو براكتس روت الفيرست بلس روت السكند تايمز روت الفيرست ماينس روت السكند. طيب تعالوا نشوف مع بعضينا بعض الاكزامبلز. اكزامبل 1 فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج. تعالى تبص بعينك تلاقي تو تيرمز، خلاص بقى دي سهله قوي. تو تيرمز انا كان عندي 3 ليسونز كلهم فيهم 3 تيرمز، اول ما الاقي تو تيرمز اعرف انها في ليسون 4، يعني هعمل ايه؟ هعمل تو براكتس واحد بلس والتاني ماينس، واحط هنا روت الاكس سكوير دي اكس يبقى اكس واكس، روت ال 25 اس 5 يبقى 5 وايه و5. طب نيجي هنا نفس الكلام تو تيرمز، يبقى هعمل تو براكتس واحد بلس وواحد ماينس الاكس يبقى اكس واكس. طيب 9 واي سكوير الروت بتاع ال 9 اس 3 يبقى 3 واي، وعندي هنا ايه 3 واي. هنا كذلك ال 49 اكس باور 4 الروت بتاعها 7 اكس سكويرد، وال1 الروت بتاعه از ايه؟ از 1. يبقى الفاكتورايزيشن هيديني هنا 7 اكس سكويرد بلس ال1 و7 اكس سكويرد ماينس ال1. هنا 1 اوفر 9 الروت بتاعها 1 اوفر 3 اي سكويرد الروت بتاعها ايه؟ 1 اوفر 4 الروت بتاعها 1 اوفر 2، يبقى هنا ده هيكوال معايا 1 اوفر 3 اي بلس 1 اوفر 2 تايمز 1 اوفر 3 a ماينس 1 اوفر 2. نيجي نشوف اكزامبل 2 اللي فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج. لما نيجي نبصوا اكس سكويرد ماينس 18، الاكس سكويرد ده بيرفكت لكن ال 2 از نوت بيرفكت، وكذلك ال 18. طب انت شايف ان هو 2 تيرمز، يبقى انا اكيد في ريسون 4. طيب احنا اتفقنا ان احنا دايما هنخلي معانا كده اوبشن اللي هو ادور على الكومون فاكتور. الكومون فاكتور ممكن يحل لك مشكله المساله. طب نبص ممكن اخد التو كومون فاكتور، ممكن يعني ممكن التو اخدها كومون من هنا ومنين ومن هنا. لما اخد التو كومون فاكتور هيديني اكس سكويرد ماينس الاي ماينس ال9، يبقى انا دي لما اقدر افكها تتفك ازاي؟ تديني 2 تايمز ده كده ليسون 4 اللي هو الديفرنس بتوين تو سكويرز. يبقى انا عندي هنا اكس بلس 3 وعندي اكس ايه ماينس 3. نيجي اكزامبل 2 اكس باور 3 ماينس 64 اكس. لما تيجي تبص الاكس باور 3 از نوت بيرفكت، لكن هنا في اكس وهنا في اكس، يبقى انا ممكن اخد الاكس از كومون فاكتور. يبقى الاكس هنا هيديني اكس سكويرد ماينس الايه ال 64. طيب الاكس هنا الروت بتاعها از اكس، ال 64 الروت بتاعها از ايه؟ از 8. يبقى هيديني اكس تايمز اكس بلس ال 8 واكس ماينس ال 8. طيب نيجي اللي بعديها. لما نيجي نبص للمساله دي نلاقي عندك 1 اوفر 2 اكس سكويرد ماينس ايه ماينس 2. طب ناخد ال 1 اوفر 2 از كومون، يبقى 1 اوفر 2
وبعد كده يبقى عندي هنا اكس سكويرد ماينس، انا باخد الكومون بالديفيجن. نيجي نعمل هنا في الدرافت كده 2 ديفايدد 1 اوفر 2 اللي هي هت ايكوال 2 تايمز، نشقلب ده يبقى 2 اوفر 1 اللي هي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 4. يبقى هنا ماينس الايه؟ ماينس ال 4 اللي هي هت ايكوال معايا 1 اوفر 2 وهنا اكس ماينس 2 اكس بلس 2. طب نيجي هنا عندي ال 16 بيرفكت، اكس باور 4 از بيرفكت، ال 81 بيرفكت يبقى اشتغل على طول، يبقى هيديني هنا 4 اكس سكويرد ماينس مين؟ ماينس 9، وهنا 4 اكس سكويرد بلس مين؟ بلس 9. لما تيجي تبص تاني تلاقي ان ديت برضه بيرفكت، يبقى دي ممكن تتفك تاني، هتديني ايه؟ هتديني 2 اكس ماينس 3 تايمز 2 اكس بلس 3، وعندي ده هيفضل زي ما هو اللي هو 4 اكس سكويرد بلس مين؟ بلس 9. طيب نيجي بعد كده بيقول لي يوز الفاكتورايزيشن to get the value of each of a of the following easily. هحاول استغل الفاكتورايزيشن في ان انا اسهل الايه الماثيماتيكال اوبريشن دي. انا عندي ديفرنس اهو بتوين تو سكويرز، يديني ايه؟ يديني 25 ماينس ال 15 تايمز 25 بلس الايه؟ بلس ال 15. يبقى هتيكوال معايا هنا 25 ماينس 15 10 تايمز ايه؟ 25 بلس 15 از ايه؟ 40 اللي هي هتيكوال معايا ايه؟ 400. طب نيجي اللي بعديها هنا نفس الكلام، هيبقى عندي 1.6 ماينس 1.4 الكلام ده تايمز 1.6 بلس 1.4 which is 1.6 ماينس 1.4 اللي هي 0.2، الكلام ده هيبقى تايمز 1.6 بلس 1.4 which is 3، 0.2 تايمز 3 هتيكوال معايا الايه؟ هتيكوال 0.6. طب نفس الكلام هنا 99 ماينس 1 99 بلس الايه؟ بلس ال 1 هتديني 98 تايمز ال 100 which is 8800. هنا ايه المساله دي؟ المساله دي غريبه شويه، والفكره بتاعتها لو انت ما قدرتش تتعرض ليها قبل كده ممكن ما تعرفش تحلها خالص، يعني لازم تكون حل واحده زيها. هنا ما فيش اي بيرفكت سكورز خالص. طيب هنعمل ايه في المجموعه دي؟ ال 52 دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن 50 بلس الايه؟ بلس ال 2. طب وال 48 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 50 ماينس ال 2. يبقى لما تيجي تبص على المنظر ده، المنظر ده عباره عن ديفرنس بتوين تو سكويرز اللي هو هيديني 50 سكويرز ماينس كام؟ ماينس ال 2 سكويرز اللي هي هتيكوال 2500 ماينس مين؟ ماينس ال 4 which is 2469. Example 4 بيقول لي factorize each of the following. لما تيجي تبص هنا تلاقي واضحة قوي ان دي common factor، باين ان هو موجود common يعني هنا وهنا، ناخده على طول بره. يبقى دي هتيكوال معايا 2a ماينس ال b، يتبقى معايا جوه هنا 25a squared ماينس ال a ماينس ال 16، ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، يبقى هتيكوال معايا 2a ماينس ال b الكلام ده تايمز، هيبقى عندي 5a ماينس ال 4 تايمز 5a بلس ال a بلس ال 4 اللي بعد كده. كذلك ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، يعني مش لازم يكون ترم واحد، ممكن يكون براكت عليه سكوير اقدر اشتغل عليه كله. يعني دي هتيكوال معايا كده x بلس ال y ماينس 3، وعندي هنا x بلس ال y بلس مين؟ بلس السري. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايزز اللي على اسم 4. بيقول لي فاكتورايز ايتش اوف ذا فولوينج. اول بروبلم معايا بيقول لي اكس سكويرد ماينس 4، زي ما انتم شايفين ديفرنس بتوين تو سكويرز، الروت بتاع الاكس سكويرد از اكس والروت بتاع ال4 از ايه؟ از 2. يبقى ده هيديني على طول اكس ماينس 2 اكس بلس 2. هنا الاي سكويرد الروت بتاعها از ايه؟ 25 الروت بتاعها از 5، يبقى هيديني الاي ماينس ال5 تايمز الاي بلس ال5. 16 اكس سكويرد، ال16 اكس سكويرد الروت بتاعها 4 اكس، ال9 الروت بتاعها 3، يبقى هيديني هنا 4x ماينس 3
times 4x plus 3. 49y squared الروب بتاعها 7y. ال 1 الروب بتاعه is 1 يبقى هيديني هنا 7y minus 1 times 7y plus 1. x squared minus 4y squared هيبقى عندي x minus 2y times ال x plus 2y. 225 الروب بتاعها 15 هيبقى 15 x minus y times 15 x plus y. طيب هنا 49x squared هيديني 7x minus 8y times 7x plus 8y. هنا 625 مشهورة جدا اللي هي 25، يبقى 25a minus 9b times 25a plus 9b. 9 minus y squared، هل المفروض يجي الفاريبل الأول؟ لا مش شرط، هعملها كده، هيبقى 3 minus y times 3 plus y. هنا نيجاتيف 9 اكس سكويرد، خد بالك بقى ما ينفعش اشتغل على عليها بالمنظر ده. حاجه من اتنين، ياخد النيجاتيف از اكومون، يا اما ابدل التو تيرمز مع بعض عشان يبقى ديفرنس. انا كده اديشن، يعني دي المفروض تبقى دي هتيكوال معايا 25 ماينس 9 اكس اكس سكويرد، يبقى هتيكوال معايا هنا 5 ماينس 3 اكس تايمز 5 بلس 3 اكس. هنا هيديني AB minus 1 times AB plus 1، وهنا هيبقى ال A minus ال B squared الروب بتاعها B، ال C power 4 الروب بتاعها C squared، وعندي هنا A plus B C squared. بعد كده X power 4 minus 100، ال X power 4 الروب بتاعها X squared minus ال A ال 10 times X squared plus ال A ال 10. هنا 16 يعني 4، يبقى 4a باور 3 ماينس الb باور 3. الروت بتاع a باور 6 a باور 3، زي ما احنا اتفقنا الروت بيقول لك اعمل لي ديفيجن للباور اوفر 2، وعندي هنا 4a باور 3 بلس الb باور 3. اللي بعد كده x سكويرد ماينس 1 اوفر 16 هيديني x ماينس 1 اوفر 4، الكلام ده تايمز x plus 1 over a 1 over 4. هنا ال 1 over 9 هيدي 1 over 3. هنا mixed number، المكسد لازم تخليه improper، يعني عندي هنا 2 times 4 is 8 plus 1 is 9، يعني ده كده عبارة عن 9 over ال a over ال 4. ال 9 لها root 3 وال 5 لها root a لها root 2، يبقى دي هتديني كده هو 1 over 3 y minus 3 over 2 times 1 over 3y plus 3 over 2. اللي بعد كده ال a squared over 25 minus 4b squared over a 49، هتبقى كده هيبقى عندي هنا a divided 5 minus 2b over 7 times a divided 5 plus 2b over a over 7. ال 0.04 الروب بتاعها 0.2، خد بالك 0.2 مش 0.02. كذلك ال 0.25 الروب بتاعها 0.5، يبقى ده هيديني 0.2x minus 0.5y times ال 0.2x plus 0.5ay. exercise 2 بيقول لي factorize each of the following perfectly. كلمة perfectly معناها ان انت ممكن بعد ما تعمل factorization تلاقي brackets محتاجة تعمل factorization. كلمة perfectly في الفاكتورايزيشن زي كلمة simplest form كده في الفراكشنز، يعني اوصل بالمسألة لحد الاخر خالص، يعني زي هنا كده x power 4 minus 1 لما اجي افكها تديني ايه؟ تديني x squared minus 1 times x squared plus mean plus 1. انت ممكن تكون كده فاكر ان انت خلصتها، لكن لما تيجي تبص هنا تلاقي برضك ان البراكت ده difference between two squares، يعني ده هيديك x minus 1 times x plus mean plus 1 اللي هو ده. طيب وده ننزله زي ما هو x squared plus mean plus 1.
طب نيجي نشوف هنا نفس الكلام، هيديك هنا x باور 2 ماينس 4 y باور 2 تايمز x سكويرد ماينس 4 y بلس 4 y سكويرد. تيجي تبص ده difference between two squares، يبقى دي هتديني x ماينس 2 y تايمز x بلس 2 y تايمز x سكويرد بلس 4 y سكويرد. طيب نيجي هنا x باور 100 ماينس 1، x باور 100 لما اجي اعمل لها فاكتورايزيشن يديني ايه؟ يديني x باور 50، لان الروت بيعمل ديفيجن للباور اوفر 2، هيبقى عندي هنا ماينس ال 1 تايمز x باور 50 بلس مين؟ بلس ال 1. تيجي تبص لدي تشتغل معايا، يبقى هتيكوال معايا x باور 25 ماينس ال 1 و x باور 25 بلس مين؟ بلس 1 تايمز x باور 50 بلس مين؟ بلس ال 1. نيجي اللي بعد كده فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج، هتلاقي مجموعه المسائل دي المختلف فيها ان هو مدخل لك الكومون فاكتور، بيحاول يصعب عليك المساله شويه، بس احنا اتفقنا في حاله وجود صعوبات اول حاجه تيجي على بالي ان انا افكر واشوف هل في كومون فاكتور ولا لا. بالفعل هنا في 2 كومون فاكتور، يبقى هنا هيديني 2 يبقى جوه x سكويرد ماينس 16 difference between two squares تديني 2 تايمز x ماينس 4 وعندي هنا x بلس مين؟ بلس 4. نيجي هنا تيجي تبص بعينك تلاقي ال x موجوده هنا وهنا، يبقى اخد ال x as a common يديني هنا x سكويرد ماينس 28 25، ده difference between two squares، يبقى عندي هنا x x ماينس 5 و x بلس مين؟ و x بلس 5. طيب نيجي هنا x باور 4 ماينس x سكويرد، ممكن اخد x سكويرد as a common، لما اجي اخد x سكويرد as a common يبقى معايا x سكويرد ماينس ال 1، لان لما اجي اخد x سكويرد هنا كلها بالديفيجن يديني 1 ما يدينيش 0، خدوا بالكم عشان في ناس بتغلط كتير بتقول يا مستر ليه ما بيديش هنا 0، لا هنا يديني 1. طيب الاثنين دول يتفكوا يبقى هتديني x سكويرد تايمز x ماينس 1 x بلس 1. نيجي اللي بعديها 8x سكويرد، طيب ال 8 دي لو خدتها كلها ما ينفعش اخدها من ال 50، طيب ممكن اخد 2 as a common factor، لما اجي اخد 2 common factor يبقى معايا هنا 4x سكويرد ماينس 25، ده كده هيديني الاتي 2x ماينس ال 5 تايمز ال 2x بلس مين؟ بلس ال 5. اللي بعديها في عندي x و y common، x من هنا وهنا و y من هنا وهنا، يبقى اخد x و y يبقى معايا هنا x squared ويبقى معايا هنا، لان انا خدت هنا واحده من ال x وواحده من ال y، وهنا اخد ال x وواحده من ال y يبقى y في y باور 4 اللي هي هتيكوال معانا x و y times x minus y squared وعندي هنا x plus y squared. طيب نيجي اللي بعديها 27 وال 48، مين البرفكت اللي قبل 27 على طول اللي انا افكر فيه؟ ال 9. يبقى اول حاجه تيجي في دماغي ان انا اخد ال 3 كومن، لو خدت ال 3 كومن من هنا يديني 9 وهنا يديني 16 يبقى انا شغال صح. تلاحظ ان في اكس برضك هنا وهنا، يبقى انا هاخد 3x، ما اخد 3x از كومن يبقى معايا هنا 9x سكويرد ويبقى هنا 16y باور ايه؟ باور 6، اللي هي هتيكوال معانا ال 3x اللي بره وعندي هنا 3x minus 4y باور 3 وعندي هنا 3x plus 4y باور 3. طيب 1 over 3x squared minus ال a minus ال 3، هنا اخد ال 1 over 3 as a common بره. طب لما اخده من هنا اخده ازاي؟ لما اخد ال common من ال 3 باخده بالديفيجن، يعني هقول 3 divided 1 over a 1 over 3 اللي هت equal 3 times 3 over 1 اللي هي ايه؟ اللي هي 9. يبقى لما اخد 1 over 3 as a common من هنا ال 3 تبقى 9، يبقى هنا هيديني 1 over 3 x squared minus 9 اللي هت equal 1 over 3 x minus 3 x plus 3. دايما المساله دي هتجي لك كده، لو 1 over 3 هتلاقي هنا 3، لو 1 over 4 تلاقي هنا 4، 1 over 5 هنا 5 and so on. نيجي للي بعديها 3x سكويرد ماينس 3 اوفر 16، ناخد ال 3 كومن
يبقى هنا x squared minus ال 1 over 16 اللي هي هتيكوال معانا 3 x minus 1 over 4 x plus 1 over 4. اللي بعديها 1 over 2 ناخدها common يديني x squared minus 1 over 9 y squared اللي هتيكوال معايا ال 1 over 2 x minus 1 over 3 y times x plus 1 over 3 y. هنا في common واضح جدا اخده الاول، يبقى عندي 2a minus b يبقى جوه 4b squared minus 25a squared اللي هتيكوال معايا 2a minus b times 2b minus 5a times 2b plus 5a. Exercise 4 factorize each of the following. لما تيجي تبص بقى النوعية دي من المسائل هتلاقي ان الصعوبة بتاعتها بتزيد شوية، بدل ما بيديك perfect square number بيديك bracket، والبراكت ده perfect square. هتعامل مع البراكت اكنه number، يعني هنا هيديني a plus b، الفور عندي الروت بتاعها is 2 هيبقى minus 2 الكلام ده times a plus b plus a plus 2. طيب نيجي هنا 2x minus 3 squared minus 1 يبقى هيديني 2x minus 3 minus 1 times 2x minus 3 plus a plus 1. اوعى تغلط وتقول لي دي 2x plus 3، دي تنزل زي ما هي هنا وهنا. اللي هي هتديني هنا هيبقى 2x minus 3 minus 1 is minus 4، وهنا هيبقى 2x minus 3 plus 1 is minus a minus 2. تاخد بالك لو انت وقفت على كده المساله لسه ما خلصتش، لان انت عندك في كومن فاكتورز فين في البراكتس لازم يطلع. يبقى هنا ممكن اخد التو كومن بره من هنا ومن ايه ومن هنا، وهنا كمان في عندي كومن ايه في تو، ممكن اخد تو من هنا واخد تو منين من هنا. يبقى انا هاخد من هنا تو ومن هنا تو، يبقى انا هاخد ايه هاخد 4، يبقى هيبقى معايا 4 تايمز لما اخد التو من هنا يبقى اكس ماينس 2، وعندي هنا هيبقى x minus الـ a minus الـ 1. اللي بعديها 1 minus الـ bracket square. خد بالك بقى المسألة دي أنا بعتبرها مهمة جدا و very tricky، مخادعة جدا، أخطر مسألة في الإكسرسايز كله. يعني لو الامتحان هيجي صعب هيجيب لك المسألة دي. إيه بقى المشكلة في المسألة دي؟ تعال نحلها مع بعضين. أنا عندي أدي الـ 2 brackets هم، أدي الـ 1 وأدي الـ a وأدي الـ 1 اللي هو ده. طب الـ a minus 1 squared هتبقى دي عندي كده a minus 1 ودي a minus 1. لو جيت عملت لي هنا minus وهنا plus المسألة كده راحت منك. ليه؟ لأن المفروض طالما في عندي negative sign، النegative sign دي المفروض إن هي مش negative a، لا دي negative a minus 1. في الـ plus مفيش مشكلة، لكن المشكلة في الحتة دي. يعني المسألة كلها مشكلتها ان النيجاتيف ساين جاي بعديه براكت، يعني لازم النيجاتيف ساين تأثر على الاي وتأثر على النيجاتيف 1، وبالتالي دي هتبقى عاملة كده 1 هنا نيجاتيف تايمز الاي بنيجاتيف اي، ونيجاتيف تايمز نيجاتيف 1 ببوزيتيف 1، والناحية التانية 1 بلس الاي ماينس ال 1. يعني ده لو هنا في براكت البوزيتيف لما بيجي تعمله ديستريبيوشن هنا وهنا ما بيغيرش الايه الساين اللي جوه. طب انا عندي هنا 1 ونيجاتيف 1 وعندي هنا 1 بلس 1 از 2، يبقى هيديني 2 ماينس a تايمز الاي تايمز الاي. يبقى ناخد بالنا من المسائل اللي زي دي اللي هي الديفرنس بتوين تو سكويرز والسكند تيرم بيكون براكت زي دي كمان زي اللي جايه دي. يعني عندي دي هنا وهنا وهنا وهنا، كل دول تاخد بالك ان انت عندك براكت بعد النيجاتيف ساين، وبالتالي لازم لما تيجي تعمل ديستريبيوشن تدخل النيجاتيف على كل تيرم. تعال نشوف هنا، هنا هيبقى 3a minus 2a plus b، وعندي هنا 3a plus 2a plus b. مشكله المساله في النيجاتيف ساين دي لما تتوزع هنا وهنا، يبقى ده هيديني 3a minus 2a minus b، لان النيجاتيف دي لما دخلت على البوزيتيف b اصبحت نيجاتيف b.
طيب والناحية التانية 3a plus 2a plus b، دايما البراكت اللي في البلس ما بتلاقيش فيه اي تغيير. 3a و negative 2a دول like terms، نعملهم combination، يبقى حيديني a minus b times 3a و 2a يديني 5a plus b. اللي بعد كده هيبقى عندي هنا ab minus ab minus 1 براكت التاني ال ab plus ab minus 1. واوعى تغلط وتغير لي الساين دي، دي زي ما هي، يعني ما تقوليش ab minus 1 وab plus 1. طيب مشكلة المسألة دي فين؟ في النيجاتيف ده، النيجاتيف ده لازم تعمله ديستريبيوشن هنا وهنا، يبقى هتديني الاتش ab minus ab plus 1 وهنا ab plus ab minus a minus 1. ab تروح مع ab يبقى يديني هنا 1 وهنا ab و ab يبقى 2ab minus a minus 1. هنا ادي بيرفكت سكوير وبيرفكت سكوير، يبقى هتديني المسألة دي كده، هيبقى x plus 1 minus x minus 1. اوعى تعمل لي minus x minus 1 هتروح منك المسألة. وبعد كده x plus 1 ليه ما حطهمش بين براكتس دول في الأول؟ هيبقى plus x a minus 1. طيب المسألة دي المشكلة هنا، تبقى انت لازم وانت داخل في المسألة عارف الايه الفخ بتاعها فين. يبقى ده هيديني x plus 1 minus x plus 1، ادي minus x plus 1 كام تايمز x بلس ال1 بلس x ماينس ال1. هنا x هتروح مع نيجاتيف x يبقى عندي هنا 2، وعندي هنا ال1 تروح مع نيجاتيف 1 يبقى عندي هنا ال2x، يبقى المساله هتديني 4x. اللي بعديها هنا 9m ماينس 1 سكويرد و 25m بلس 1 سكويرد، ده هتديني 9 يديني 3، وعندي هنا m minus 1 الكلام ده minus ال 5 و m plus 1 براكت الثاني 3 m minus 1 plus ال 5 m plus 1 اللي هتيكوال معايا 3 m minus 3 minus ال 5 m minus ال 5 كان بتايمز 3 m minus 3 بلس ال 5 m بلس ال a بلس ال 5. طيب يبقى هيكوال معايا الاتي 3 m minus 5 m يبقى نيجاتيف 2 m، وعندي هنا نيجاتيف 3 ونيجاتيف ال 5 يديني نيجاتيف 8. الناحيه الثانيه هيبقى هنا 3 m و 5 m 8 m، نيجاتيف 5 وبوزيتيف نيجاتيف 3 وبوزيتيف 5 از بوزيتيف 2. ممكن اخد هنا كومن 2 ومن هنا 2 ومن هنا 2 ومن البراكت ده برضك هاخد 2، يبقى انا هاخد ايه؟ اكني هاخد 4 از كومن 2 من هنا و2 من هنا، يبقى معايا هنا نيجاتيف ام وخد النيجاتيف برضو از كومن، يبقى دي اكني بره نيجاتيف 4، يبقى معايا هنا ام بلس ال 4 ويبقى معايا هنا 4 ام بلس ال 1. طيب نيجي اللي بعديها تو براكتس، هيبقى عندي هنا x بلس الواي بلس ال5 ماينس x ماينس الواي ماينس ال5، الناحيه الثانيه x بلس الواي بلس ال5 بلس x ماينس الواي ماينس الـ ال5. براكت ده الساين دي هتغير كل الايه الساينز اللي جوه دي، يبقى عندي هنا x بلس الواي بلس ال5 minus x plus ال y plus ال a plus ال 5، وعندي الناحية الثانية x plus ال y plus ال 5 plus ال x minus ال y minus ال a minus ال 5. نيجي هنا عندي ال x تروح مع ال negative x، هيبقى لي 2y plus 10، وعندي هنا ال 5 هتروح مع ال 5 وال y هتروح مع ال y، يبقى عندي 2x. طيب لسه ما خلصتش، في عندي 2 as a common من هنا، لما اخد ال 2 common وعندي هنا 2 بره يبقى 4x، ويبقى جوه هنا عندي y plus ال a y plus ال 5. المسألة اللي بعد كده عندي هنا a minus ال 2b وعندي a plus 2b minus 5b squared.
طيب ايه ده؟ ده difference between two squares، يعني ده بيديني a squared minus 4b squared، وعندي هنا minus 5b squared اللي هو هيديني a squared minus 9b squared. 4 plus 5 is 9. طيب ده هيديني ايه؟ ده هيديني a minus 3b times a plus 3b. Exercise 5 use the factorization to get the value of each of the following is. مجموعة المسائل دي انا هستغل الاسم 4 في ان انا سهل عليا ايجاد الانسر ديت. طيب انا عندي ده difference between two squares، يبقى هيديني 77 minus 23 times 77 plus الـ 23. 77 minus 27 minus 3 is 4، والـ 7 minus 2 is a is 5 times، عندي هنا ده هيديني الـ 100، يبقى هتيكوال معايا 5400. اللي بعديها هتيكوال معايا هنا 78 minus 77 times 78 plus 77. 78 minus 77 is 1، هيبقى 1 times هنا 8 plus 7 15 5 and we have 1. 7 plus 7 14 1 يبقى يديني 15، يبقى هتيكوال معايا 1 times 155 اللي هي 155. نيجي هنا هيديني 11.6 minus 1.6 و 11.6 plus 1.6. 11.6 minus 1.6 يديني 10، وعندي هنا 6 plus 6 is 12 2 and we have 1. 1 plus 1 is 2 plus 1 is 3، وعندي ال 1 ايه تنزل، يبقى هتيكوال معايا ده تايمز ده، عندي هنا multiplication by 10، بنعمل shifting للديسمال بوينت towards right، يبقى هيديني 1 ايه 130 ايه and 32. نيجي هنا هتيكوال معايا 8.27 minus 1.73. الكلام ده هنا 8.27 plus 1.73. 7 minus 3 is 4. 2 minus 7 يبقى عندي هنا 12 minus 7 is 5، وعندي هنا بقى 7. 7 minus 8 minus 1 is 6، وعندي هنا 3 plus 7 is 10 0 and we have 1. 1 plus 7 is 8 plus 2 10 and we have 1. 1 plus 1 is 2 plus 8 is 10. يبقى عندي الفاينل انسر 6.54 تايمز ال 10 تايمز 10، يبقى هنشفت الايه البوينت دي towards right، يبقى هتكون معايا 65.4. اللي بعد كده دي هتبقى 95 minus ايه بقى ال 25 عباره عن ايه؟ عباره عن 5 باور ايه باور 2. يبقى انا عندي 95 minus ال 5 تايمز ال 95 بلس الـ A بلس الـ 5 اللي هي عندي هنا 90 تايمز الـ 100 which is a 9000. اللي بعديها ده هيديني كده minus 1 تايمز بلس الـ 1 اللي هتيكوال معايا تايمز الـ 8000 which is. طيب اللي بعديها 2 تايمز ده minus 2 تايمز ده، خد الـ 2 common. لما اخد ال 2 as a common يبقى لي 25.87 squared minus 24.13 squared اللي هتيكوال ال 2 times 25.87 minus 24.13 الكلام ده times 25.87 plus 24.13. طيب 7 minus 3 is 4، 8 minus 1 is 7، 5 minus 4 is 1. الكلام ده هيبقى تايمز دي كده هتديني 50، وعندي هنا تايمز 2. نرجع بقى لايه؟ نرجع لبرايمري 5. في البرايمري 5 انت لما تيجي تعمل ملتيبليكيشن خد ال 2 مع ال 50، يبقى هيديني 100 تايمز 1.74 which is 170 74. طيب نيجي اللي بعد كده. Using the idea of factorizing the difference between two squares, find the value of each of the following. دايما المسائل دي لما بيجي لك زي ما قلت لك لازم انت عارف الفكره. الفكره انت بتحول التو نمبرز دول لنمبر، هنا مره هيكون بلس وهنا مره هيكون ماينس حاجه. يعني ال 31 عباره عن ايه؟ عباره عن 30 بلس ال 1، وال 29 عباره عن ايه؟ عباره عن 30 ماينس الايه؟
ال1. يعني لازم يكون في رقم عندك هنا مشترك ما بين هنا وايه وهنا. هنا تلاحظ ان هي اصبحت difference between two squares، ده الاكسبانشن بتاعها. يعني هيديني ايه؟ هيديني 30 squared minus الـ ايه؟ minus الـ 1 اللي هو 900 minus الـ 1 اللي هي هتبقى 899. هنا هيديني 100 plus 3 times 100 minus 3 اللي هي هتيكوال معايا 100 squared minus 3 squared اللي هي 10,000 minus 9 اللي هي هتيكوال معانا 9,991. طيب نيجي نشوف اللي بعد كده. بيقول لي ال xy بتيكوال 8، عايز النيوميريكال فاليو الاكسبريشن ده. مفيش قدامك غير انت تشتغل على ده الاول as a difference between two squares اللي هو هيديك x plus y minus x minus y times x plus y plus x minus y. ده كده راح مع ده كده. ناخد بالنا من النيجاتيف دي، يعتبر دي الخدعه الوحيده اللي في الليسن كله. يبقى هتيكوال معايا هنا x بلس الواي ماينس x بلس الواي، وهنا تايمز الاكس بلس الاكس 2x. طيب الاكس راحت مع الاكس، دينا 2y، يبقى هتيكوال معايا 2y تايمز ال 2x اللي هتيكوال 4x ايه 4xy. وانت عندك الاكس واي ايكوال 8، يبقى هتيكوال معايا ال 4 تايمز ال 8 which is 32. exercise 8 complete the following. دايما عايزين نركز على ال complete وال choose عشان المسائل بيبقى فيها افكار. طيب هنا مديك 2 brackets وبيقول لك equal حاجة minus حاجة، واضح ان ده difference between two squares. يعني ال 4x squared اتقسمت هنا وهنا، يبقى لما يتقسم هنا 2x يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 2x. طب هو هنا عامل لك negative 3 ايه؟ نيجاتيف 3y، يبقى لازم ده يكون 3y عشان لما اجي اعمل لهم مالتيبليكيشن يبقى ده جاست 2a 2 تيرمز، يبقى هنا هيبقى 9ya y سكويرد. كذلك 25x سكويرد تديني 5x، وهنا 5a x، و3m و3m هيبقى 9m سكويرد. طيب 404 يعني 16. طب 64x سكويرد يبقى هنا 8x وهنا 8x. ال a minus b equal 2 وال a plus b equal 3، يبقى a squared minus b squared equal كام؟ ومن اول هنا عايزك تركز لان المسألة دي هتيجي في امتحانات كتير. طيب ببدأ ازاي المسألة دي؟ ببدأها من هنا، باخد ده اعمل له expansion، يبقى ده هيديني a minus b times a plus b، وهو مديك ال a minus b بكام؟ مديها لك ب 2، ومديك ال a plus b بكام؟ مديها لك ب 3، يبقى 2 تايمز 3 يديني 6. طيب اللي بعديها x سكويرد ماينس y سكويرد ب 20 و x بلس y ايكوال 10، عايز x ماينس y. نفس الكلام هبدا من هنا بس المره دي ايكويشن، يبقى انا عندي x ماينس y تايمز x بلس y ايكوال 20. x ماينس y هو عايزها، x بلس y مديهاني ب 10 هت ايكوال كام؟ ال 20. نودي دي هنا بالديفيجن، يبقى ال x ماينس ال y هت ايكوال معايا 20 over 10 which is ايه؟ which is ال 2. السؤال اللي بعد كده a squared minus b squared equal 45، دي هتديني a minus b times a plus b تديني ال 45. هو بيقول لي a minus b ب 5، يعني كده 5 times a plus b equal ال 45. طيب يبقى ال a plus b equal كام؟ يبقى ال a plus ال b هت equal معايا ال 45 divided ال 5 which is a which is 9. هو عايز الروت بتاع a plus ال b، يبقى روت ال a plus ال b هت equal روت ال a روت ال 9 اللي هي هت equal معايا كام؟ اللي هي هت equal معايا 3. طيب x squared ب 24 و x plus y equal 8، عايز ال value ديت. هنا x minus y x plus ال y equal 24. طيب هو بيقول لك دي كده ب 8، يبقى انا عندي ال x minus ال y هت equal 24 divided 3 divided ال 8 اللي هي هت equal معايا كام؟ هت equal معايا 3. طيب هو عايز مين؟ هو عايز ال 3x minus ال 3y اللي هي هت equal 3 times، خدنا 3 common x minus الـ a الـ y، وانا جايبها بدي ب 3، يبقى 3 times 3 which is 9. اللي بعد كده
x squared minus y squared equal x plus y. يبقى ال x minus y equal كام؟ طيب انا عندي دي هت equal كام؟ دي x minus y times x plus الايه؟ ال y. الكلام ده equal كام؟ equal x plus y. طيب ده كده لما يروح مع ده كده بيروح بالديفيجن، اكن ده جه هنا، يبقى هنا يديني 1 يبقى 1. يبقى ال x minus y هت equal مع ال ايه؟ هت equal 1. طيب نفس الكلام هنا، هنا طبعا دي سهله جدا لان انت هتودي التونه الناحيه الثانيه بالاي بالديفيجن، يعني الاي ماينس البي تايمز الاي بلس البي هتيكوال معايا ال 18 ديفايدد 2 اللي هي كام؟ اللي هي 9. طب وانت عندك ده عباره عن ايه؟ ده اللي هو اي سكويرد ماينس البي سكويرد، وبالتالي اي سكويرد ماينس بي سكويرد از ايه؟ از 9. طيب اللي بعديها مديني اي بلس بي ايكوال 7 اي ماينس بي ايكوال 14. طيب اولا ال a squared minus b squared عباره عن ال a minus ال b times a plus مين؟ plus ال b. وانا عندي ال a plus b هو مدهني هو equal كام؟ equal 14. يبقى دي كده كام؟ دي كده 14. طب انا عايز ال a minus b، هو مديني equation تانية اهي، يعني 7 a minus b equal كام؟ 14. يبقى ال a minus b هت equal 14 divided 7 اللي هي كام؟ اللي هي 2. يبقى انا عندي دي بكام؟ دي ب 2. يبقى ال a squared minus ال b squared هت equal 2 times ال 14 which is ال 28. Exercise 9 it choose the correct answer from those given. x squared minus a ده بت equal x minus 3 و x plus 3. طبعا سهلة جدا، يبقى ال a عندي بكام؟ ال a عندي ب 9. x squared plus ال l minus 4 equal x minus 2 times x plus 2. يعني طب دي تديني كام؟ دي تديني x squared minus 4. طب تعالى اعمل مقارنة ما بين ده وما بين ايه؟ وما بين ده. يبقى لازم ال تطلع ايه؟ لازم ال تطلع 0 عشان تفانش الحتة دي خالص. اللي بعد كده x plus 2y equal كام؟ 3. و x squared minus 4y squared equal 21. طب دي equal كام؟ دي كده equal x minus 2y، وهنا x بلس الايه؟ ال 2y ايكوال كام؟ 21. وقال لك دي كده بكام؟ ب 3. يبقى دي هت ايكوال ال 21 ديفايدد 3، يبقى يديني ال 7. اللي بعديها a ماينس b و a بلس b، يبقى ده ايكوال كام؟ طب خد هنا ال 2 كومن، يبقى عندي هنا 2 a سكويرد ماينس ال b سكويرد، فك دي يبقى هيديني 2 a ماينس b a بلس ال b. طيب ال a minus b بكام؟ مدهاني ب 7. ال a plus b بكام؟ مدهاني ب 5. 2 times 5 is 10 times 7 is a is 70. طيب نيجي اللي بعد كده. x squared minus y squared equal 16. يبقى انا عندي هنا x minus y times ال x plus ال y equal كام؟ equal 16. هنا بيقول لي y minus x equal 2. طب انا عايز x minus y، طب ناخد هنا النيجاتيف as a common، يبقى عندي هنا x minus الايه؟ minus ال y. طيب ال x minus y equal negative 2، واديني النيجاتيف الناحيه الثانيه، يبقى ال x minus ال y equal كام؟ equal negative 2. يبقى دي كده بنيجاتيف 2. negative 2 times كام يديني 16؟ يبقى times negative 8 اللي هي دي. طيب a plus b equal 5 و a minus b equal 4. هنا عايز b squared minus a squared. ال b squared minus a squared دي هتديني ال b minus ال a times ال b plus ال a. طيب هنا a plus b هي هي b plus a، يبقى دي كده كام؟ يبقى دي كده is 5. وعندي a minus b is 4، يعني لما اخد negative as a common يبقى هنا b minus ال a equal ال 4، يعني ال b minus a equal negative 4، ودي كده ب negative 4، يبقى الاثنين تايمز بعض يديني النيجاتيف الايه؟ نيجاتيف ال 20. اللي بعديها 25 سكويرد ماينس 15 سكويرد ايكوال 10x، اللي بقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى انا عندي هنا ال 25 ماينس ال 15 تايمز ال 25 بلس ال 15، الكلام ده ايكوال كام؟ 10x. يبقى انا عندي هنا 25 ماينس 15 ايكوال 10، و 25 plus 15 equal 40 equal كام؟ 10x. ال 10 راحت مع ال 10، يبقى ال x عندي equal كام؟ equal 40. problem 8 مديني x minus y و x plus y. المنظر ده
الاكسبانشن بتاع الاكس سكويرد ماينس واي سكويرد ومديك الايه البراكت ده. البراكت ده يفكرك بايه؟ يفكرك بريسون 3 اللي هو البيرفكت سكوير تراينوميال. ليه؟ لان انا عندي الروت بتاع الاكس باور 4 از اكس باور 2، وكذلك الواي هنا يديني واي باور 2، وهنا توايس الفيرست تايمز السكند. لما اجي اشتغل في المساله دي اعمل ايه؟ دي نضمهم مع بعضيهم يدوني اكس سكويرد ماينس الايه الواي سكويرد، وهنا يديني الاكس سكويرد ماينس الواي سكويرد. ليه ماينس؟ عشان هنا ماينس. المره دي بقى الكل ايه؟ الكل سكويرد. جميل قوي. طيب المفروض ده براكت وده زيه بس في منه 2 تايمز، يبقى ممكن اعمل لهم مالتيبليكيشن واد الباور. يعني دي هتيكوال معايا اكس سكويرد ماينس الواي سكويرد اول اوفر باور كام؟ اول اوفر باور 3. نيجي نشوف التشويسز بتاعتنا، هل في اي تشويس من دول زي ده؟ مفيش، وبالتالي لازم اخد كل تشويس واتعامل معاه. الاكس باور 6 ماينس واي باور 6 هيديني اكس باور 3 ماينس واي باور 3 تايمز اكس باور 3 بلس الواي باور ايه 3. طبعا مش ينفع توصل هنا. كذلك اكس باور 3 ماينس واي باور 3 واكس باور 3 بلس واي باور 3 هي زي مين؟ زي دي بالظبط. طب نيجي هنا، ده الاكس سكويرد دي اكنها اكس باور 4 ماينس واي باور 4. تعال نشوف بقى دي كده ايه ونبص فيها كويس. هنا انت عندك دي اكس ماينس واي باور 3 تايمز الاكس بلس واي باور ايه باور 3. احنا كنا خدنا في بريب 1 ان انت لما تلاقي عندك حاجتين ليهم نفس الباور انت من حقك تضمهم في براكت واحد. يعني ده ممكن يكوال معايا الاتي اكس ماينس واي تايمز اكس بلس الواي، والباور ده يطلع ايه؟ يطلع فوق كده. طب لما تيجي تبص جوه اكس ماينس واي واكس بلس واي يديك ايه؟ يديك اكس سكويرد ماينس واي ايه واي سكويرد. يعني ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، نرجعه لاصله والباور يبقى ايه؟ يبقى هنا. يبقى واضح ان التشويس بي هو الايه نفس الانسر ده. طيب المساله دي مش هتعرف تحلها لو انت مش عارف الحركه دي، لو انت مش عارف ان انا ممكن نفس الباور اللي على البراكتس اضمهم هما الاثنين في براكت ايه براكت كبير واطلع الباور ايه فوق. زي كده لما اقول لك هنا 2 سكويرد تايمز 5 سكويرد، دي هتيكوال ايه؟ دي هتيكوال 2 تايمز ال 5 الكل سكويرد. او اقول لك اكس سكويرد واي سكويرد، دي هتيكوال ايه؟ اكس واي باور 2 فوق. طيب نيجي اللي بعد كده. رايت انجل ترانجل هوز هايبوتنيوز ايكوال 41 لونج اند ذا 3 اوف اند ذا لينث اوف وان سايد اوف رايت انجل از 40. Use the factorization to get the length of the second side of the right angle. انا عندي دي هتبقى كده. طبعا واضح ان ده هنا 41 ده 40، يعني قريب منه جدا، يعني هتلاقي ده السايد ده كبير قوي كده وده عامل معاه كده. يبقى ده هنا 41 سنتيمتر وتقريبا ده ايه؟ ده 40 سنتيمتر. يبقى انا عايز مين؟ عايز الاكس. طيب ده من فيثاغورس الثيرم، يبقى انا عندي ال 41 سكويرد هيكوال ال 40 سكويرد ماينس بلس مين؟ بلس الاكس سكوير. طيب نودي ده هنا بالايه؟ بالماينس. يبقى انا عندي الاكس سكويرد ايكوال 41 سكويرد ماينس ال 40 سكوير. ديفرنس بتوين تو سكويرز اللي هو هيديني 41 ماينس ال 40 تايمز 41 بلس الايه؟ بلس ال 40. يبقى انا عندي هنا 1 تايمز مين؟ تايمز 80 ايه؟ times 81 which is 81. يعني الاكس هتيكوال معايا روت الايه ال 81 اللي هتيكوال معايا ايه؟ هتيكوال معايا 9. اللي بعديها يعمل فاكتورايزيشن للايه للمنظر ده. خد بالك المنظر ده ليسون 3 a squared minus 2 ab plus b squared ده بيرفكت سكوير تراينوميالز. يعني هيديني a minus b all over square. الكلام ده ماينس ايه؟ سي سكوير. تتحول معاك المساله لليسون ايه؟ ليسون 4. يبقى ده a ماينس البي ماينس السي تايمز a ماينس البي بلس مين؟ بلس السي. نيجي اللي بعديها. هنا عندك 2a بلس 3b all over باور 3 ماينس 8a باور 3 ماينس 12a سكويرد b. لما تيجي تبص المساله دي تلاحظ ان انت عندك هنا a سكويرد ممكن اخدها كومون من هنا ومن هنا، وممكن اخد برضو 4.
يعني دي هتيكوال معايا كده 2a بلس 3b باور كام؟ باور 3. نيجي نبص هنا نلاقي ممكن ناخد نيجاتيف 4 كومن و a سكويرد كومن، يبقى نيجاتيف 4a سكويرد. الكلام ده تايمز مين هيبقى جوه؟ يبقى عندي هنا ال 2a لان انا خدت من هنا 4 وخدت من هنا a سكويرد. طب خد بالك انا واخد نيجاتيف 4 كلها، لما اخد نيجاتيف 4 من نيجاتيف 20 بالديفيجن يعني اكني بقول لك نيجاتيف 20 ديفايدد نيجاتيف 4 يديك كام؟ يديك بوزيتيف 3، بوزيتيف 3 بي. لما تيجي تبص تلاقي ان انت عندك ده وده ممكن اخد منهم كومن البراكت ده، يبقى عندي ال 2a بلس 3 بي يبقى معايا هنا جوه ايه؟ 2a بلس 3 بي سكويرد، وهنا يبقى معايا نيجاتيف 4a سكويرد. طيب ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، يبقى هيديني هنا 2a بلس 3b، وهنا عندي يديني 2a بلس 3b ماينس 2a، الناحيه الثانيه 2a بلس 3b بلس 2a. طب انا عندي هنا ده كده راح مع مين؟ مع ده كده، يبقى هنا هيديني 2a بلس 3b، وعندي هنا تايمز ال 3b تايمز 4a بلس مين 3b. اكسرسايز 12 بيقول لي if 225 سكويرد ايكوال الكلام ده فايند الفاليو اوف اكس. تيجي تبص تلاقي هنا سكويرنج، هنا سكويرنج، يعني لو جبت ده هنا هيبقى الترم ده الليفت هاند سايد هيبقى ديفرنس بتوين تو سكويرز، اقدر اشتغل عليهم. يعني هبداها ازاي المساله دي؟ هقول 225 سكويرد، اجيب ده هنا بالنيجاتيف ساين ماينس 25a سكوير، الكلام ده هيكوال ايه في الطرف ده؟ 25 تايمز 20 اكس اللي انا عايزها. طب ده ديفرنس بتوين تو سكويرز يديني الاتي، يديني 225 ماينس 25 تايمز 225 بلس 25، الكلام ده هيكوال 25 تايمز 20 اكس. 225 ماينس 25 اللي هي 225 بلس 25 اللي هي 250، هتديني ال 25 تايمز الايه؟ ال 20. طب نجيب ده بالديفيجن هنا، يعني الاكس هتيكوال معايا 200 تايمز 250، وهنا عندي 25 تايمز الايه؟ ال 20، ده يديني 1 ده يديني 10 ده يديني 1 ده يديني 10، يبقى الاكس عندي هتيكوال كام؟ هتيكوال 100. نيجي نشوف اللي بعديها. بيقول لي الاكس جريتر ذان واي واكس سكويرد ماينس 2 اكس واي بلس واي سكويرد ايكوال 4 والاكس بلس واي ايكوال 8، فايند النيوميريكال فاليو اوف ذا اكسبريشن اكس سكويرد ماينس واي سكويرد. اولا المنظر ده احنا حافظينه من ليسون 3، ده اكس ماينس واي اول اوفر ايه؟ اول اوفر سكويرد. يبقى انا عندي الايكويشن الاولانيه x ماينس y all over squared ده بيكوال كام؟ بيكوال 4. يعني ال x ماينس y squared equal ال 4 يعني ايه؟ يعني 2 باور 2. يبقى زين ال x ماينس ال y equal كام؟ equal 2. طيب وانا عندي ال x بلس ال y equal كام؟ equal 8. طب هو عايز x squared ماينس y squared، يبقى ال x squared ماينس ال y squared هتيكوال معايا x ماينس y times ال x بلس ال y اللي هتيكوال معايا 2 تايمز ال 8 which is ايه؟ which is 16. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 4. ليسون سهل جدا، انا بعتبر ان اكتر مشكله فيه اللي هي المسائل اللي بيجي لك السكند تيرم عباره عن براكت وقبليه نيجاتيف، وحلينا مع بعضينا مساله على الحته دي وقلنا ان الحته دي مهمه في ان انت لازم تغير الساينز اللي في البراكت اللي موجود بعد النيجاتيف ساين. وبالتوفيق ان شاء الله.